هاشتاج أنقذوا معنف الجدة انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد ما انتشر فيديو يبدو أنه مصور بكاميرا المراقبة للبناية. بالفيديو مثل ما عم نشوف سيدة عم تحاول تهرب من رجل عم يمنعها أنها تطلع من البناية ويعتدي عليها. اللي نشر الفيديو حساب مجهول باسم معنفة جدة وناشدت فيه المسؤولين أنه يساعدوها هي وأطفالها، وأكدت السيدة بتغريدة ثانية أنه الرجل المعنف هو طليقها وأنه بتعاني من تعنيفه باستمرار، وسبق وقدمت بلاغات للشرطة والنيابة ولكن دون فائدة. بس الحساب هذا على تويتر التغى فوراً بعد هاي التغريدة. مركز بلاغات العنف الأسري السعودية تفاعل مع هذا الهاشتاج المتداول على موقع تويتر وأعلن عبر حسابه الرسمي أنه راح تتوجه القضية لوحدة الحماية الأسرية بجدة. من التعليقات اللي اجت على هذا الفيديو من ريمان اللي علقت: للأمانة مثل الحالات يفترض أن يوجد سجن للي يعنف ويتحرش ويتم سجنه لمدة معينة ثم يؤخذ منهم تعهد. سبب كثرة الحالات وكل يوم راح يطلع واحد يعنف لأنه ما في رادع قوي لهم. أما فاتح علق: هل كان لازم أنه سيدة تنشر فيديو ويصير ترند وتفضح نفسها عشان تتجاوبون؟ للأسف مقصرين جدا بعملكم ومسؤولين عنه يوم القيامة. أما راكان علق: أين تمكين المرأة الذي أزعجونا به وهي لا تزال مضطهدة بدون أنظمة مشددة تحميها من جميع أنواع الظلم؟ تعليق من خالد بيقول: وأنا أشوف المقطع راح تفكير لكتير أشياء غير التعنيف الأسري. الرجل يبي ياخذ منها شيء وهي تحاول تحمي نفسها لكن ما في أي ضرب. الناس جالسة تتفاعل وكأنها متأكدة 100% أنه الفيديو عنف أسري.